انا اسمي شارل نصار. اللي من كنت بعمركم كان بيتنا هون ومحل الحديث تبعو البي تحت البيت. كنت بهالوقت وبهالعمر اتعلم من الشباب اللي كانوا عنده الحديدة. يعني مصلحة الحديدة تعلمتها وقت كنت بقدم. ساءت الظروف انه بالحرب فلينا من هون. طلعنا على دير القمر بحصار دير القمر بسنة 83، يعني محل ما انتوا عم تتعلموا. طليت على التلة من فوق من دير مر عبد لقيت البيت تبع جدي عم يحترق. دلوا جمعة يحترق كونه هو أرميت وخشب. من وقتها فلينا على بيروت 25 سنة وما قدرنا رجعنا لهون لأنه كانت الحرب. من 25 سنة يعني من حوالي 1995 رجعنا، ما كان في شغل. بلشنا نظبط قعدنا وأنا دليت شغل الحديد في بيروت. يلا قلت بيب